أول ما تتمتع به الحملات الأمنية الصادقة والناجحة هو عنصر المباغتة والمفاجأة مع سرية تامة لساعة انطلاقتها، وهذا ما يحصل فعلا في العراق، لكن في تلك التي تستهدف أهالي المحافظات المنكوبة وحزام بغداد، إذ تنقض عليهم بشكل مفاجئ ومفزع لتعتقل الأبرياء بشكل تعسفي. أما ما عدا ذلك فلا تتعدى العمليات الأمنية مجرد استعراض عسكري كما يحصل حاليا خلال ما يطلق عليه بعمليات نزع السلاح، إذ أعلن عن العملية قبل 5 أيام من انطلاقتها وسارت بشكل بطيء يسمح لمن يراد له إخفاء سلاحه أن يفعل ذلك. النتائج الأولية لهذه العمليات الأمنية تظهر فشلاً ذريعاً من حيث كمية الأسلحة المصادرة مقارنة بالكمية الحقيقية ونوعية السلاح وطريقة وصوله إلى العشائر والميليشيات. خبراء أمنيون أكدوا من خلال لقطات بثتها وزارة الدفاع أن الأسلحة والعتاد الذي عثر عليه في محافظة ميسان هي أسلحة تابعة لقوات الرد السريع الحكومية، وبالتالي فإن الأسلحة التي تتقاتل بها العشائر هي أسلحة حكومية، وهذا يفسر عدم العثور على أسلحة لدى العشائر خلال المداهمة. الردود على تلك العملية كلها تؤكد فشلها وعدم مصداقية عنوانها، فهذه اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي تقول إن حكومة الكاظمي تستمر بمحاولة خداع الشعب بوعودها الكاذبة وحملاتها الفاشلة لنزع السلاح المنفلت، مبينة أن الحملة العسكرية في محافظتي بغداد والبصرة لم يصادر فيها سوى عدد قليل من الأسلحة الخفيفة في الوقت الذي تشهد فيه بغداد استعراضا مسلحا متكررا للميليشيات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فضلا عن مخازن السلاح المعلومة في بغداد والمناطق الأخرى. ويقدر عدد السلاح المنفلت في العراق ب 12 مليون قطعة سلاح، فضلا عن عتاد موجود باسم الحكومة وتسيطر عليه الميليشيات المهيمنة على الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكل ذلك خارج حسابات الحكومة التي تستقوي على الأبرياء وتترك عرابي السلاح الحقيقيين يواصلون بث الفوضى في هذا البلد.